في المشهد الثقافي الآن تتواصل فعاليات التظاهرة الفكرية الوطنية تحت عنوان الكتاب فضاء مفتوح. التظاهرة التي أشرفت على انطلاقها سهرة أمس وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي وبحضور عدد من أعضاء الحكومة كانت مناسبة لتكريم بعض الأسماء الأدبية المرموقة والحاصلة على جوائز عربية ودولية خلال السنة الجارية، وكذا تكريم عميد الأدباء عبد المالك مرتاض نظير ما قدمه للنقد الأدبي في الجزائر. ما اجتماعنا اليوم إلا لبحث هذه القيم والدفع بها في مشهدنا الثقافي الوطني كي تكون مسلكاً مستمراً ونهجاً رافداً نحو الازدهار والتنمية، وهي الغاية التي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشدد عليها ضمن التزاماته الكبرى، إيماناً منه بالدور الريادي للمعرفة والثقافة والفنون وتحقيق التنمية المرجوة في بلادنا الحبيبة. إن فرحتنا اليوم فرحتان، بل هي باقة من الأفراح، ونحن نؤسس تقليد منتدى الكتاب على المستوى الوطني ليكون منبر إشعاع ثقافي، وقد رأينا وقبل الاحتفاء بالكتاب أن نرفع واجب الوفاء للكتاب.